فير بلاي. رجعنا من جديد في فير بلاي، نواصلوا الحديث على انديتنا التونسيه في المسابقات الافريقيه بعد ما حكينا في منذ قليل قبل الاخبار على السي اس اس والشامبيونز ليج نمشيو الكاس الكاف وسميتها مشاركه تاريخيه. يعني الاتحاد المنستيري اول مره في تاريخه يكون في مسابقه افريقيه في كاس الكاف، ان شاء الله بالتوفيق الممثل تونس. معنا بالتليفون الاستاذ طارق الصيادي الناطق الرسمي باسم الاتحاد المنستيري، نحكيو معاه على اخر اخبار الاتحاد واستعداده قبل المقابله المهمه هذه. طارق اهلا بك. السلام اخويا اسلام، تحيه ليك ولجميع مستمعي اكسبريس اف ام. مرحبا يا سي طارق. دونك احكينا شويه كما قلت على الاستعداد نتاع الفريق نتاعكم ومتاعنا الكل ان شاء الله يمثل تونس الاتحاد في بطوله الكاف ضد الفريق هذا من اثيوبيا. والله بالفعل هو كما سبق وقلت اللي هي المشاركه الاولى على المستوى الافريقي للاتحاد الرياضي المنستيري بعد ما كنا شاركنا قبل في البطوله العربيه. ان شاء الله معناها الاستعدادات سواء على المستوى اللوجستيكي ولا على المستوى الرياضي حاضرين بنسبة كبيرة، باعتبار كونه معناها تعبنا شوية في الأمور التنظيمية بعد ما تم تعيين مقابلة الذهاب في ملعب رادس، وحاولنا معناها بالتعاون مع الجامعة التونسية كرة قدم اللي باتصال بالاتحاد الافريقي باش تلافينا كل الإخلالات اللي سجلتها اللجنة وقت جات باش تتفقد ملعب مصفى بن جنات، والحمد لله تمت الموافقة على نقلة المقابلة ملعب مصفى بن جنات باعتبار كونه أول مقابلة تاريخيا والرمزية متاع ملعب مصفى بن جنات باش تكون في مسير إن شاء الله. ومن طبعا قاعدين زادة راو نحضروا للمقابلة متاع الرتور اللي في أثيوبيا سواء في التنقل متاعنا ولا في السكنة وكل شيء. قاعدين نكتشفوا في الأمور هذه باعتبار معناها ما عندناش خبرة سابقة في الأمور هذه. لحد الآن كلنا على أحسن ما يرام بعد ما وصل طاقم التحكيم ووصل فريق فصيل الأثيوبي، مراقب المقابلة قريب يوصل للجزائر إن شاء الله. هذه الأمور معناها متشاركة فيها جميع الأطراف المتداخلة في المسير سواء من الهيئة المديرة ولا من اللجان اللي تكونت، واللي تيست كوفيد للناس كل اللي بيشتحضر في المقابلة. تصور أنت معناها حتى من اللي رمى سير دبار لازم عندهم التيست كوفيد، من أعوان الحماية المدنية، من الأطراف الكل معناها الاتحاد الإفريقي حاطت شروط معناها في هالبروتوكول الصحي هذا يلزمنا نحترموها الكل باش لسلامة الجميع. على المستوى الرياضي الاتحاد الرياضي المنستيري الإطار الفني بقيادة الأسعد جردة تفرج في ثلاثة مقابلات متاع الفريق الأثيوبي هذايا، نورمال ما عنده عليه فكرة. الفريق باش نقول لك جاهز نسبة 100% الاتحاد الرياضي المنستيري لا، باعتبار كونه ما لعبنا حتى مقابلة رسمية معناها من وقت اللي لعبنا الدور النهائي ضد الدرجة الرياضي التونسي. دونك ولو لعبت روا ماتش أميكو معناها ماك تعرف ديما ناقصين معناها كما نقولوا الريتم للاعبين. ان شاء الله نكونوا في احسن استعداداتنا باش نحافظوا على حظوظنا وننتصروا بنتيجه معناها اعرض ما يمكن باش نمشيوا الغادي لاثيوبيا في ظروف طيبه. تعرفوا زاد فما الاتيتود غادي اللي نجم يقلق اللاعبين، هذه كلها ظروف قاعدين نتعاملوا معاها باش نحاولوا نتجاوزوا الدور التمهيدي الاول هذا ان شاء الله. اخويا اسلام باهي سي طارق، بالنسبه للاشكال نتاع الملعب اللي كنت حكيت عليه تجاوزتوه مبدئيا والا نهائيا الاصلاحات، خاطر فما كلام على يتقال انه موافقه مبدئيه من الكاف وبعد في الليتور الجايين لازم تصلحوا حاجات اخرين. والله هو للامانه راهو ديما معناها كيما نقولوا لي كونديسيون سانيتير نتاع الكوفيد هي اللي معناها الاتحاد الافريقي خلى يفرض بعض التغييرات سواء في حجرات الملابس كما نقولوا تزيد تواليت تزيد ادواش تزيد بلاصه توسع في الفيستير، المساج نتاع لي جوار ما يتعملش في الفيستير يلزم مكان اخر. هذه باش معناها باش الجمهور يبدا عنده فكره شنو الاخلالات الموجوده ماهيش لا في الملعب لا في المدارج لا اخلالات تهم الكوفيد معناها. فاحنا معناها اللجنه جات عملت تقرير ايجابي على ضوء وهو معناها رجعت المقابله في ملعب مصفى بن جنات. اذا كان فما اي حاجه ولا اي متطلبات اخرى باش نعملوها من هنا للدور الثاني معناها ان شاء الله تكونوا مترشحين للدور الثاني فماش مشكله ان شاء الله، سواء بلديه المسير سواء كل الاطراف المتدخله في المركب الرياضي مصفى بن جنات مستعدين لهذايا معناها. هو اللي نعملوه ديما مكسب للملعب بالعكس. صحيح. الملاعبيه عملوا لي تيست على الكوفيد
غدوة إن شاء الله اللاعبين باش يعملوا تيست على الكوفيد، وكما قلت لك معناها حتى من عوان الحماية المدنية وكل الأطراف المداخلة في المانكورونت غادي يلزمهم معناها يستظهروا بالتيست كوفيد نتاعهم للمراقب المقابلة. اللاعبين الكل معناها على ذمة الإطار الفني باستثناء الانتداب الخيراني نتاع الحارس نور الدين فرحاتي اللي مازال ما تأهلش، صار يتأهل باش يشارك معنا في الدور القادم. معتصم صبو التحق بالفريق مؤخرا بعد ما كان مع المنتخب الليبي، كيف كيف الياس الجلاسي، ما عندناش إصابات إن شاء الله، اللي في كيف الكل على ذمة المدرب ونخوض المقابلة نتاعنا معناها كاملين. بالنسبة للكوفيد وما مولا بيس إن شاء الله لحد الآن ما عندنا حتى حالة، وإن شاء الله زادا يتأكد الخبر هذايا كيف نجري والتيست غدوة اللي باش نلعبوا به المقابلة، ونزيدوا نعاودوا آخر قبل من نسافروا، وإن شاء الله معناها ربي يحفظ الجميع من الكوفيد. الاتحاد كان تقريبا الفريق الموسم الماضي كان ناس كل أجمعوا أنه فريق ممتاز جدا كان، لكن الموسم هذا غادروا برشا ملاعبية للاتحاد ستارق، ظهر لي في كل الخطوط خرجوا الملاعبية، موزيس أهم ملاعبية أوكبوتو كيف كيف، وقبلهم أكبادو وقبلهم علي زهير. الفريق الانتدابات صحيحة اللي عملتوها، هل قادرين يعوضوا الملاعبية اللي خرجوا ستارق؟ والله صحيح كلامك، اللي غادروا الفريق من الركائز اللي كانوا معناها مساهمين في بروز الاتحاد الرياضي المنستيري سواء في البطولة سواء في الكأس، ما تنجمش تمنع أي لاعب سواء تونسي سواء أجنبي يجي عرض هام باش يخرج. وهم بليز زاد الاتحاد الرياضي المنستيري يلزموا ينتفع من العائدات المالية هذه، وكان نعطيك فكرة على قداش توا قاعد مصروف يتصرف على المقابلة هذه سواء في الذهاب سواء في الإياب نتاع الفريق الأثيوبي، يمكن كان ما فوتناش في أوكبوتو ما نقدروش باش نجابه المصاريف هذه. المنتدبين الجدد ايش نقول لك معناها، ان شاء الله يكونوا في المستوى والاخير من اللاعبين اللي غادروا، ما نجموش نحكموا عليهم توا معناها، الانتجراسيون نتاعهم تختلف من لاعب لاعب، كيف كيف معناها تختلف الرؤيه الفنيه نتاع المدرب وكيفاش يدخلهم في الفلسفه التكتيكيه نتاعو بين الظفرين. هنا قاعدين معناها سواء بالمقابلات الوديه سواء بالمقابلات الرسميه الجايه، ان شاء الله يندمجوا ويعطيوا الاضافه المطلوبه منهم. كما جاوا كبوتو وموزيس واكبادو معناها ودخلوا في الجو ونجحوا، ان شاء الله هذوما كيف كيف معناها نوفروا لهم الظروف الكل نتاع النجاح. صحيح، مازال فهم لاعبيه جايين، الميركاتو مازال محلول في تونس، وبالقرار نتاع الجامعه التونسيه لكره القدم اللي في عوض تنتدب 8 و10، اي ان شاء الله احنا توا حاليا مركزين الحقيقه مع المقابله نتاعنا الذهاب والاياب، اذا كان فما انتدابات معناها باش تجي ان شاء الله معناها اقل من 21 عام كما نقولوا، ما تدخلش في الكوتا نتاع الانتدابات، والا معناها اي نقص في الاطار البشري ولا في الرصيد البشري ان شاء الله نكملوه في الميركاتو الشتوي ما فماش مشكل. وبالنسبه للمغادرين، المغادرين ما عندنا حتى لاعب مغادر توا، ما عندنا حتى عرض رسمي جاء في اي لاعب، سكرتوا الباب الافكتيف، سكرنا الباب الافكتيف هذا باش نحافظوا عليه باش نخوضوا به مسابقة كأس افريقيا اللي ان شاء الله نكونوا موافقين فيها في اول مشاركة لنا ان شاء الله. بما في ذلك الياس الجلاسي، معناها من العناصر الاساسية اللي حاليا ما ينجمش يستغنى عليها الاتحاد الرياضي المنستيري، وما فماش عرض رسمي معناها اللي سمعتوه الكل كما نقولوا كلمات، وتحدثنا مع اللاعب، اللاعب مرتاح في الاتحاد الرياضي المنستيري مركز على الموسم الجديد، وان شاء الله يعطي الاضافه المرجوه منه، وكي تجي حاجه في القادم معناها نوليوها مع اللاعب ان شاء الله. نتصور المستثمرين الكل يعيشوا على واقع الماتش هذا الجمعه هذه، نتصور الحديث الكل في المستير كان على الماتش، نتصور المشاركه هذه التاريخيه، تمنيتوا كان الجمهور يكون معاكم، بس تعرف نعرفوا جمهور الاتحاد كي يكون استاد معبي نتاع بن جنات عنده رونق اخر معناها. هو الجماهير الاتحاد الرياضي المنستيري معناها متأسفة ساعة أول حاجة كيفاش المقابلة كانت في رد، ولو هو جمهور مش باش يحضر، قالك على الأقل في مستير احنا نعيشوا الأجواء متاع المقابلة حتى خارج الملعب مثال هو معناها فما ساتفاكسيون على الأقل كيف جات رجعت المقابلة للملعب مصر بن جنات، والتأسف الثاني كون المقابلة جات مع فريق أثيوبي، وتعرف التنقل معناها صعيب باش تمشي معناها الجماهير باش تمشي لأثيوبيا معاك
وفي أدغال إفريقيا، معناها كما نقولوا كان جات مقابلة في مصر ولا في المغرب ولا في الجزائر هي ما تكون أصعب مع الفرق المصرية والمغربية، تكون أصعب مقابلة. ما احنا توا نحكيوا على كوتي جمهور والجو نتاع الجماهير كيفاش تتنقلوا. احنا اخر مشاركه في البطوله العربيه نتاع كره السله في المغرب، انا جماهير الاتحاد المنستيري هو الجمهور الوحيد اللي موجود اكثر حتى من المغاربه غادي في المغرب، معناها ديما يسمع الحدث، جمهور يعشق ناديه برشا. نترشحوا المقابله الجايه ويكون معناها جماهير الاتحاد الرياضي المنستيري سواء في ملعبنا اذا كان تسمح به القوانين بتاع الكوفيد، ولا في ديبلاسمون معناها ينجموا يتنقلوا معنا ويعيشوا معنا الاجواء الافريقيه. ان شاء الله يعطيك الصحه سي طارق، بالتوفيق ان شاء الله للاتحاد. شكرا وبارك الله فيك. ان شاء الله تكون الدخول في المسابقه هذه من الباب الكبير لفرقنا الزوز سي اس اس وكذلك الاتحاد الرياضي المنستيري، ان شاء الله نتائج مطمئنة في ليهم من الذهاب، نتمنى إن شاء الله على مقابلات الإيابة. فاصل ثم مواصلين في بلاي حتى المطهر ونص.